وعلى النقيض، شفنا في التقرير اللي فات ندوة تنويرية عن علاقة الفنون وتعليم التاريخ عن طريق الفنون. تقريرنا اللي جاي عن القتل، القتل لازال مستمرا في الشارع المصري، ويمكن آخر من قتل وفي الشارع كان الأسبوع اللي فات الصحفية الشابة ميادة أشرف. التقرير اللي جاي هنشوف فيه ردود أفعال المواطنين في الشارع المصري على هذه الأفعال. ابقوا معنا. تباينت آراء الشارع المصري حول مقتل الصحفية ميادة أشرف أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والإخوان يوم الجمعة الماضي، ولكن الجميع دون استثناء استنكر استهداف الصحفيين خلال عملهم. احنا ضد ان احنا الصحفي ده يموت في اي مكان، لان الصحفي ده بينقل لنا الخبر، فلازم الصحفي ده المفروض تتوفر له كل حاجه بحيث ان هو يتلقى الخبر ويقدمه لنا احنا كمواطنين، لكن عشان الصحفي ينزل عشان يغطي احداث او يجيب احداث ويفاجئ يموت، ده نظام احنا ما بنرضاش بيه ابدا وضد العنف. الناس دي مرتبطه بالمظاهرات، والمظاهرات كل شويه فيها اصابات يا موت، من اول بعد ثوره يناير يعني كل جمعه على كده، وكل مظاهره على كده، يا اصابات يا موت. دم اي واحد مصري حرام، يعني حرام ان اي واحد يموت هدر، فربنا يسلم مصر يا رب. لازم كلهم حمايه من الشرطه، حرام ينزلوا كده منهم للاخوان الارهابيه. وبعدين احنا الموضوع ده اتكرر قبل كده في الضيف، واتكرر قبل كده في ناس تانية، حرام لازم كلهم حمايه. خلال الثلاث سنوات الاخيره قتل في مصر 10 صحفيين، 8 منهم فقط من 27 من يونيو حتى الان، لتصبح مصر ثالث أخطر دولة عالميا على الصحفيين طبقا لما رصده الاتحاد العام للصحفيين العرب. إلا ما حدث بالأمس للزميلة ميادة، اعتداء سافر على كل الصحفيين، اعتداء على الكلمة، اعتداء على كل من يحاول أن يقول كلمته في كلمة حق. احنا ضد الإرهاب، ضد الإرهاب الأسود. اللي بيحصل ده أزمة في ضمير المجتمع، أن نستهدف الرجل أو الشخص المنوط به نقل المعلومة، الشخص اللي بينقل المعلومة أو بينقل الصورة أو بينقل الحقيقة نقتله، عشان ده في قتل للحقيقة نفسها. المراد هنا مش قتل للشخص نفسه أو إزهاق روحه، المراد إزهاق الحقيقة وعدم إيصال الحقيقة بشكل معين يرغبه الطرف القاتل. هناك مسؤولية مهنية تقع على نقابة الصحفيين، يجب أن يكون هناك خوز ودروع لحماية الصحفيين أثناء عملهم الميداني، وخاصة الذين يغطون المظاهرات. لابد أن يكون هناك وثيقة تأمين يكون لها أطراف ثلاثية، الصحفي والصحيفة ونقابة الصحفيين، بحيث إذا كان هذا الصحفي لديه أسرة تستطيع هذه الأسرة يعني صرف قيمة وثيقة التأمين إذا تعرض لأي مكروه. إحنا نقابة مهنية ونقابة رأي، لا نملك إلا سوى إن إحنا تجيش الصحفيين، وأنا كمحامي يعني كمحامي النقابة بتخذ الإجراءات القانونية. نحن في لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تقدمنا بمقترحات لنقيب الصحفيين حتى الآن، ويعني للتو تقدمنا بها في لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، تقدمنا بهذه المقترحات للحد من عملية استهداف الصحفيين في الأحداث الميدانية. مقتل الزميلة الآن يفتح ملف حماية الصحفيين والإعلاميين في مصر. أولا كل صحفي وإعلامي أجنبي دائما له حماية داخل مصر أكثر من الصحفي المصري، وكل النظريات أثبتت والواقع أثبت أن الصحفي ابن البلد المصري هو الذي يستطيع أن يقوم بالتغطية الجيدة السليمة. نرجو وضع تشريع وحماية وحصانة للصحفي والإعلامي تماما كما هو معمول به في العالم أجمع. استهداف الصحفيين وقتلهم هو الانتهاك الأخطر لحرية الصحافة، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا على مستقبل المهنة في مصر. معتز العقاد، قناة دريم. رحم الله شهداء الصحافة وشهداء الوطن.